ماذا بيا نبارطاجي معكم الفكره ديال يعني سؤال جواب. ماذا بيا الاسئله والاجوبه ديالكم تكون اسئله واجوبه. خليونا من هذه لاش كتليق وهذه لاش كتليق وهذه لاش كتليق، لان الدي اكس ان تبارك الله راه في يوتيوب راه في جوجل، كتبي غير كلمه واحده غيطلع لك العجب. انا ماذا بيا تخرجوا مني العصاره ديال التجربه ديال العام، لان شهر 11 العام اللي فات سجلتني لالا نعيمه، شهر 11 العام اللي فات وعندي نجاحات كثيره 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 بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. باغي نشاركها معكم الى عندكم شويه واحد القلب حار واحد النفس حاره، ما نكرهش العام الجاي نوقف هنا ان شاء الله وتعطيني كل وحده فيكم ولا كل واحد فيكم شنو دار. دي اكس ان ماشي غير دي اكس ان ماشي تعطات لكل واحد. دي اكس ان هي طبق من ذهب غياكل منه اللي قلبه كريم وسميح وكيبغي الخير. اقسم بالله العظيم عبد الحميد اللي واقف قدامكم اليوم ماشي هو عبد الحميد ديال ذاك العام. هذاك العام عبد الحميد كان عنده سلوى لواحد وسبرديله وحده. هذاك العام كياخذ عبد الحميد صالير لوليداته وللزوجه ديالو والطريطه ديالو ولديك الطوموبيل اللي خصو يدير ليها 60 درهم ولا 70 درهم ديال ليسونس باش يتحرك باش ما يفتش عليه وقت الخدمه اللي هي ديال لابوغاتوار. عبد الحميد هاد العام غنعطيكم شنو عطاه الله رب العالمين من طريق دي اكس ان. عافاكم ما تستاهلوش بهذا الشيء اللي نتوما فيه. ما تضحكوش على رؤوسكم وعلى الناس اللي معاكم وما تعطوهمش الزبده اللي عطاكم الله تعالى في هاد دي اكس ان. ما تبخلوش على نفوسكم تبارطاجيو مع الناس درهم. درهم الى عندكم بارطاجوها مع الناس. قولوا لهم راه في دي اكس ان غتاخذوا دراهم حلالا طيبه. ماشي انا اللي كنقول، المشايخ الكبار والعلماء الله يطولنا في عمرهم هما اللي جازوا بحليه دي اكس ان وبالمشروعيه ديال دي اكس ان. اذا عافاكم الاسئله ديالكم بغيتها تكون واحد العصاره حلوه زوينه. خلوني من هذا كيعالج هذا وهذه كتعالج هذه. سولوني على المقاول الذاتي، سولوني على اشنو وصلت في النجاح، سولوني كيفاش بغيتوا الا بغيتوا تكونوا بحال عبد الحميد باش نمشيو في محاضره يتخرجوا منها ان شاء الله فرحانين ومبخاليكم ديما. بالنسبه للتكيسات ديال الكبد، عندي حالات ديال الكبد كاينين اللي لقيتو نفع معاهم هو في الريشي مع المورينزي مع عصير الكورديباي مع عصير الالويجي. هو الفيروس اللي كيأتاكي الكبدة ما غاديش تكذبوا ونقولوا غيحيد الفيروس، غادي كامل هذاك الفيروس وينعشو ويبدا معاه يتقاتل معاه يتقاتل معاه يتقاتل معاه غيحيد. هادي تقاتل معاه عطيها 6 شهور عطيها 8 شهور عطيها عام عطيها عام ونص، يعني بشحال. هما أدوية كيميائية وكيبقاو فيهم 7 شهور ديال العلاج، فما بالك بمكملات طبيعية زوينة عندها طابع اللي هو يعني غذائي غتقاد ديك الخلية وتسقيها وتنعشها وغدوز المشكل اللي هو كبير وتبدا معاها. والله هذاك عصير الويبيتا شحال من واحد كينساه إلا راقي. لا الويبيتا والكورديباين ومثلث. مثلث من غير سبيرولينا. سبيرولينا لا؟ لا. فدري شي بنوعين مورينزي كورديباين لا الويبيتا. سبيرولينا لا علاش؟ سبيرولينا أنا شخصيا كنعتبرها الا ما كانش عندي واحد الذات صحيحه وديال لالا وماري ما نعطيهاش سبيرولينا. علاش؟ كتخدم واش انا الداخل عندي موسخ معفن ما عرف كاع كي داير وغنجي انا نفرش ليه سبيرولينا؟ راه انا فين غتمشي تمشي ليا شنو في الاخر مع الكراز ما تستافدش منها. ملي كيكونوا هنا عراقي في الجسم ديالنا راه ما كتبان لهم حتى حاجه. رقم 60 بحال ملي انت خاصك تقول ملي كتجي تاكل الدجاج تيجي يقول لهم تبدا نعس هكاك الجسم ديالنا نقيه قادو صوبو روحو نفسو. كون كتنعس بكري وكتفيق بكري وملي تحس براسك مزيان عاد عطيه سبيرولين اللي تبارك الله من الجنب ديال المعادن والفيتامينات باش توقف على الصح. حيد الخبث حيد في حالات كسا عطيه سبيرولين. الله يرحم الوالدين. شحال وصلت؟ وعليكم السلام. هو باش ندخلوا في الحليه والحرام وهذا، انا الحمد لله رب العالمين انا ماشي مفتي، انا
الحمد لله مسلم مؤمن، كنآمن بقضاء الله وقدره، كنآمن بحويجات عطاو لينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كناخذ من الكتاب والسنه. الاجتهاد ديالي اللي بات حتى انا مولا وليدات، حتى انا كنركز على الحلال، حتى انا باغي ضغمه ديال الحلال تبان ليا في وليداتي غدا طمنا. اذا دخلت كنقلب ودخلت المشايخ اللي هما كبار تبارك الله في العالم العربي وفي المغرب، من اكثر الناس اللي تبارك الله لقيت ان دي اكس ان خلاوها حلالا طيبه 100%، مشايخ اللي عندهم واحد السمعه تبارك الله ما شاء الله في العالم العربي، قال لك ما فيها ولو ادنى شك. ديجا هي تبارك الله يعني شبكي، تسويق شبكي ماشي تسويق هرمي. ديجا لي برودوي اللي عندنا هما دي برودوي اللي هما غير حقيقيين. ملي غنعطيك هذا ونقول لك هذا راه برودوي حقيقي، اذا كتشوفوا عنده سميه، عنده كود، عنده بزاف ديال التعريف. اذا راني انا ما كنكذبش عليك وما عندي علاش نهضرك ولا نخوي بيك ولا هذه في حد ذاتها راه خير. اذا اختي الكريمه خدمي الا بغيتي تخدمي، ونسي عليا الحلال والحرام، لان انا خدامي الحمد لله بما يرضي الله وما كنكذبوش على الله. وعاطي انا الشركه واحد لا مارج اللي هي زوينه. مرحبا الله يحفظك. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ انيس. نعم استاذ. هنا مسألة شرعية تفتى فيها الحمد لله، كيبقى الإنسان يبحث لا صوفي على الإنسان ما عرفش يسول. كتبقى دابا مسألة شخصية، شنو هي شخصية؟ يعني تحت الإنسان مسألة الغرض، يعني الواحد إذا كان كيطلب على هذا المنتوج هذا وكيعرضو ما خصوش يغرض الناس خويا، يقدم المنتوج كمنتوج ويقدمو كالفوائد اللي فيه وكالأرباح اللي فيه ويخلي الإنسان ويتابعو، ولكن ما يغرضش به لا باش كيربح في المكروه. معقولة يقول لك غراري نعوي الشعير. والله هذا الشيء هذا هو المبدا. علاش كنقولوا عطوا الحقيقه من الاول وقولوا اللي كاين من الاول وداوي على راسو. الله يرحم ليك الوالدين. برودوي داوي على راسو، زعما عرفتي به ولا ما عرفتيش به دخلوا لذاتك وخلي ذاتك تعترف لك وخلي مناعتك هي تخدم وهي تعطيك داك الشيء اللي غتعطيك. وراه كون على يقين الخير راه كاين، والله العظيم الا كاين راه كاينين حالات دازو عندي كثيره ما غاديش نخوض فيهم. كون عندك غدا يوم القيامه كل واحد غياخذ شي حاجه من الخير. هادشي اللي بغينا منه. احنا كنا عيوب كنا ذنوب، الله يتجاوز عنا، وانما ربما ربي كيفتح علينا هاد الابواب بحال هكا باش يحيد لينا الخايبين اللي ما عاملينش علينا عليهم الناس، يحيدهم علينا. اللهم تعالى يغفر لنا ويسمح لنا. السيده قالت اذا كانت كنتي كتاخذ مثلا يعني المكملات جيتي تقطع مثلا وحبستي راه والله ما غاترجع كي كنتي. والله الا راك غتبقى غادي مزيان الا بقيتي ليا بلدي، الا بقيتي عايش واحد العيش كريم بلدي، كتشرب الماء في الوقت، كتنعس في الوقت، كتصلي الفجر ديالك، راه عندنا غدد سبحانك يا عظيم مع صلاه العشاء خصهم ينعسوا سبحان الله. صمت الله هذاك الثلث الاول ديال الليل صافي خص هذيك الغده صافي خص تدفع عليها الضوء صافي لا تلفازه لا هضره لا كلام خص هذاك الكد صافي نعس. وعندنا غدد كذلك والصبح اذا تنفس القران الكريم هذا ماشي انا ولا انت راه الله رب العالمين. والصبح اذا تنفس تسند عليه وتقول هذا مثلا غيوقف معايا في امتحان غيتعاون معايا جدين وعمرني عطيت شي برودوي شي حد وحش منه كتعتمد عليه عمرني. اسمع الله يرحم الوالدين جيب ما غنجيبش راه نسجلك وسير انت جيب حيت واحد الوقت عييت من جيب 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 جيب. دابا الحمد لله نعيمه قالت لي شوف اولادي الله يرضي عليك احنا غاديين وكنكبروا خلي الناس ياخذوا راسهم وتكيس. وفعلا هضرتها صحيح ما شاء الله اللهم بارك. ندوزو السؤال اخر. نعم استاذ. الله يجازيك بخير. الا كان شي دور الحاجة سولات على بغات زعما توضيح الناس اللي كي
تجيهم افكار هما كمبتدئين ان الا كثر الانسان من المكملات